نسوي قص معدة ومنو اللي نخلي له بس بالون أو ممكن؟ اللي سمنة بسيطة سمنة مرحلة أولى. نعم. خلي له بالون. أوكي. السمنة المتأخرة جدا اللي ما يتحمل تخدير هم أيضا خلي له بالون. على مود المهدة بحيث إنه يتحمل تخدير على مود يسوي له قص معدة. نعم. هلا إما يسوي قص معدة وإما يسوي تحويل مسار. غالبا نعتمد على الأمراض المزمنة المرافقة للسمنة. شخص عنده سكري، شخص عنده مشكلة بالمفاصل، شخص عنده ضغط غير منتظم، هذول يفضل إنه يسوون تحويل مسار إنه نقلل معدل الانتصاب. شخص مدمن حلويات، هذول أيضا نحولهم إلى تحويل مسار بدل عملية السكري. هلا في شغلة ثانية اللي هي حلقة المعدة. حلقة المعدة نتائجها مضرة كلش كلها. بدون ما نقص المعدة نحافظ على المعدة بس نخلي حلقة. هاي أيضا هم ماكين نخليه للأشخاص السمنة الوسطية. يعني اللي يعاملون معاملة عملية تدين المعدة. يعني ما عنده لا ضغط لا سكر لا كذا، ضغط ممكن بس سكر لا ممنوع قليل. هذا إذا القرار أنتم اللي تقرروا. بلي. مو أنه يختار المريض. لا لا لا. نقعد ويا المريض ناخذ منه الطريقة، نفهم تاريخ المرضي، نفهم طبيعة حياته، نفهم طبيعة عمله، طبيعة أكله بالبيت، شو اللي راح يسويه بعد العملية، يقدر على الحركة، يقدر. في ناس ما يقدرون يطلعون برنامج رياضي بعد العملية. نعم. وأشخاص أصلاً هم البيئة مالته ما تسمح لهم يطلعون برا البيئة. واحد هي طبيعة عملها ما عنده وقت. فكلها يسوي لكم كونكلوجن نجمعها ونكتب خلاصة. أوكي.